عليكم اخوتي، نلتقي في فيديو جديد. الهدف من هذا الفيديو هو تصحيح هذا الامتحان ديال البروف قوسي. عندكم طبعا الداله كما كتشوفوا، جذر اكس ناقص واحد لايك زائد واحد زائد واحد. المطلوب تحديد مجموعه تعريف، حدد اف موان زان، تحديد مجموعه تعريف ديال الداله العكسيه، تحديد الرتابه ديال الداله العكسيه، وتحديد معادله المماس للداله العكسيه. غتلاحظوا بان اف موان زان كتبدا لي طبعا ماين من السؤال جوج وانتينا ماشي تان الاخر. حدد اف موان زان، حدد مجموعه تعريف اف موان زان، حدد الرتابه ديال اف موان زان، حدد معادله المماس ديال اف موان زان. طبعا الاسئله طبعا كيتعاودوا. اذا طبعا دابا دات اف ايداغال، تبعوا معايا طبعا دات اف ايداغال مجموعه لي زيكس كي ابارتيان ا ار، بحيث لي فوسط الجذر، لي فوسط الجذر اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد مالو اكبر او تساوي صفر، كما كيبان لكم طبعا في لا سوليسيون. كما كتشوفوا شنو عندنا، عندنا طبعا لي فوسط الجذر اكبر او تساوي زيرو. حنا كنعرفوا باننا دابا كندرسوا الاشاره، اشاره الجداء هي نفسها اشاره الخارج. يعني شنو كيعطيني؟ كيعطيني بان اكس ناقص واحد، وما ننساوش بان المقام طبعا كيخالف زيرو، اكس زائد واحد عدد كتخالف زيرو. اذا قلنا اشاره الخارج هي نفسها اشاره الجداء اكبر او تساوي زيرو. اكس ناقص واحد في اكس زائد واحد، عندنا جوج الجذر، عندنا الجذر الاول اسمه واحد وعندنا الجذر الثاني ناقص واحد، يعني في كينعدمو هاد الجوج. حنا كنعرفو بان فوقاش كتكون اكبر من زيرو، فوقاش كتكون اكبر من زيرو خارج الجذرين، يعني ناقص ما لا نهاية ناقص واحد وواحد زائد ما لا نهاية. هاهي ناقص ما لا نهاية، هنا عندي ناقص واحد، هنا واحد، هنا زائد ما لا نهاية، خارج الجذرين ها الجذرين، خارج الجذرين بلس، وطبعا وسط الجذرين طبعا موان، لأن طبعا إكس في إكس كاغي، إكس في إكس إكس مربع. إذا كتكون موجبة خارج الجذرين. إذا دي دو إف، دي دو إف هي من ناقص ما لا نهاية ناقص واحد، واحد حتى زائد ما لا نهاية، ولكن نحيدو منها طبعا هذا العدد اللي هو واحد. إذا دي دو إف ما هي إلا من ناقص ما لا نهاية حتى ناقص واحد، إكس كيخالف ناقص واحد، يعني أنه هيدا، وآخر طبعا داخل من واحد حتى زائد ما لا نهاية، حتى زائد ما لا نهاية. إذا دي دو إف ما هي إلا من ناقص ما لا نهاية حتى ناقص واحد، وطبعا من واحد حتى بلس لانفيني، من ناقص ما لا نهاية ناقص واحد، ومن واحد حتى بلس لانفيني. هذه هي دي دو إف ديالنا. سؤال جوج، حدد إف موان زان، تحديد إف موان زان. قبل ما نحددو إف موان زان خصنا نهضرو على لي كونديسيون دو كالكول. ملي كنقولو لي كونديسيون يعني شروط باش تحسب اف موان زان، ديجا خصها تكون بيجيكتيف. اذا خصها تكون بيجيكتيف، باش تكون بيجيكتيف خص ضروري تكون كونتينو اي ستريكتومون مونوتون. نهضرو على لا كونتينويتي، لا كونتينويتي او ما يسمى الاتصال او الاستمرارية. دونك لا كونتينويتي، حنا كنعرفو بان جذر اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد est une fonction irrationnelle dans la algébrie continue. Donc ça c'est là sur ZF d'R, le jumeau tarif d'R. Alors F est continue sur ZF. Quand qu'on nous saline main, quand qu'on nous saline main à l'étisal. دابا خصنا نحسب اف بريم اكس. اف بريم اكس كتساوي المشتقة ديال اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد طبعا زائد واحد مشتقة. حنا كنعرفو طبعا المشتقة ديال هاد الدالة هادي ما هي الا المشتقة ديال جذر اف، هي اف بريم على جوج جذر اف. عقلوا عليها، اف بريم على جوج جذر اف، يعني هي هادي بريم هي اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد بخيم على جوج الجذر ديك الدالة نيت اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد بخيم. عندكم طبعا واحد العلاقة سهلة مهلة بحال اللي كيقولوا، كيفاش كنحلو، كيفاش كنحلو طبعا الشقاق تشي دالة بحال هيدا ا اكس زائد بي على سي اكس طبعا
زائد تي. اكس زائد بي على سي اكس زائد دي، يعني داله من الدرجه الاولى على داله من الدرجه الاولى. كنجبروا الاعداد اللي مرتبطه باكس واكس، واحد واحد، عقلوا عليها، واحد واحد ناقص واحد واحد، كضرب هذا العدد في هذا العدد ناقص هذا في هذا، ناقص واحد في واحد هي ناقص واحد، ناقص هذا العدد في هذا، وكأنك شني كتحسب محدده، واحد في واحد هي واحد، واحد في واحد، واضحة الفكرة، واحد في واحد ناقص ناقص واحد في واحد اللي هي واحد زائد واحد اللي هي جوج. إذا كتكتب دوك العدد هنا وكتقسمو على المقام أس اثنان، وكتكون بذلك عملتي طبعا المشتقة ديال هاد الدالة. المشتقة ديال هاد الدالة كما كتشوف هو واحد في واحد ناقص ناقص واحد في واحد على هذا أس اثنان، هاهو. وطبعا هذا التحتاني ها هو كما كتشوفو جوج هدر إكس ناقص واحد على إكس طبعا زائد واحد. وكما كتشوفوا طبعا هاد الداله اذا لاحظتوا كيفاش عاملها، موجب موجب موجب، اذا بوزيتيف، اذا هاد الداله هادي اي بوزيتيف، يعني داله موجبه، وبالتالي اف كيفاش عاملها، اف اي استريكتومون، اف استريكتومون استريكتومون كرواسونت، تزايديه طبعا قطعا، تزايديه قطعا، تزايديه تزايديه كما كتشوفوا. بما ان طبعا اف متصله وتزايديه، اذا اف اف اي كونتينيو اي كونتينيو زد اي اي ديكروس اي كروسونت تزايديه، كتعطينا بان اف اي بيجيكتيف. شنو المعنى بيجيكتيف؟ يعني انها تقابل. دابا عادك غنحدو طبعا الداله العكسيه، كنعملو اف دي ايكغيك تيكال اكس. طبعا باش نحدو الدالة العكسية، ايكغيك هو اللي مرتبط بالداد اف، اخر غيكون مرتبط بالداد اف موان زان كنوطاسيون، هدا راه مزوصف، بغيتو متكتبوش متكتبوش. اف دي ايكغيك تيكال اكس، كنعمل جدر فيما كنجبر اكس كنعوضها بايكغيك، جدر ايكغيك زايد واحد لو تو طبعا زايد واحد كتساوي طبعا اكس، كتساوي اكس. اف دو ايك اف دي ايكغيك هو هذا طبعا على ما كنبقاش على ايكغيك، نجيب هذا هنا جذر ايكغيك ناقص واحد على ايكغيك زائد واحد كتساوي اكس ناقص واحد. باش نحيد طبعا هذا الجذر شنو غنعمل، ارفع اس اثنان، ارفع اس اثنان، يعني عطيني ايكغيك ناقص واحد على ايكغيك زائد واحد، ما هي اذا هذه اس اثنان، اكس ناقص واحد الكل اس اثنان، واضحة الفكرة. دابا شنو غنعمل، غنبين هاد واحد، غنعمل هدف هذا كيساوي هدف هذا، إيكغيك في واحد إيكغيك ناقص واحد في واحد ناقص واحد تساوي إيكغيك في هذا، إيكغيك في إكس ناقص واحد أس اثنان زائد واحد في هذا، زائد واحد في هذا يعني زائد إكس ناقص واحد بالكل أس اثنان. شنو غنعمل دابا، هادي غنجيبها هنا، غتولي لي إيكغيك ناقص إيكغيك في إكس ناقص واحد أس اثنان، إيكغيك إيكغيك ناقص إيكغيك فين ناقص إيكغيك في إكس ناقص واحد أس اثنان، إكس ناقص واحد للكل أس اثنان كتساوي العدد اللي كان عندي تما كده لاحظتو، هو إكس ناقص واحد أس اثنان، ونزيدولو طبعا هاد واحد اللي عندي هنا، هادي غنخليوها هنا، وطبعا هذا شنو غنعملو، غنجيبو هنا القيمة، يعني إكس ناقص واحد أس اثنان زائد واحد. إكس ناقص واحد أس اثنان طبعا زائد ليليمون أن. شنو غادي نعمل دابا، غادي بما أنني عندي إيكغيك إيكغيك غنبين هاد واحد، باش نعمل غنعمل إيكغيك، مشات إيكغيك بقات واحد ناقص هذا اللي هو إكس ناقص واحد الكل أس اثنان كتساوي هاد العدد هذا، إكس ناقص واحد أس اثنان زائد طبعا العدد واحد، إذا إيكغيك تساوي إيكغيك شحال كتساوي، هذا مقسوم على هذا هو إكس ناقص واحد للكل أس اثنان زائد العدد واحد على واحد ناقص افتح القوس إكس ناقص واحد للكل أس اثنان. دابا ننشر باش تديكم طبعا الدالة عادية، أ ناقص بي أس اثنان هي أ مربع ناقص جوج أ بي ناقص جوج واحد في إكس زائد بي مربع، هنا نشرتها غنكتب زائد واحد بنفس الطريقة، واحد ناقص إكس ناقص واحد أس اثنان عاد نشرتها هي هادي، إكس مربع ناقص جوج إكس طبعا
زائد العدد واحد y est égal مفوق على تاني x مربع ناقص جوج x زائد جوج نتحت على تاني واحد ناقص واحد عيطر وعتبقى لي طبعا شنو عتبقى لي ناقص x مربع زائد جوج x ناقص x مربع زائد العدد جوج x ناقص x مربع زائد جوج x هي وطبعا واحد مع ناقص واحد عيطر وعتولي لي الدالة العكسية f موان زادو x ما هي إلا x مربع ناقص جوج x زائد جوج على ناقص x مربع طبعا زائد جوج x ودي طبعا مهما يكون x ينتمي الى الدات f موانزا. دابا شنو غيقول لك؟ غيقول لك حدد الدات f موانزا، حدد مجموعة تعريف الدات f موانزا. الدات f موانزا ديتيرمين الدومين، هذا سؤال رقم 3. سؤال رقم 3 سيدي شنو كيقول؟ كيقول لك حدد داد اف موان ز، داد اف موان ز ما هو الا اف ضد داد اف، ما هو اف ضد داد اف، صافي. اذا اف ضد داد اف اذا هو اف ما بين قوسين، شنو قلنا؟ داد اف قبيلاتي ناقص ما لا نهايه ناقص واحد، ناقص ما لا نهايه ناقص واحد، اتحاد واحد حتى زائد ما لا نهايه. صح الفكره. دابا غنحسب ليميت هنا وهنا وهنا وهنا. نبداو ليميت في ناقص ما لا نهايه اف دو اكس كتساوي ليميت في ناقص ما لا نهايه ديك الداله اللي هي اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد زائد واحد. غنحسبوها طبعا مباشره. ليميت في ناقص ما لا نهايه ديال هاد الداله كنشبرو اكبر حد على اكبر حد. واحد لا واحد شحال هي؟ هي واحد. واحد زيد لا واحد كتعطيني طبعا توتال جوج. ليميت في زائد ما لا نهاية بنفس الفكرة، اف اكس كتساوي ليميت في زائد ما لا نهاية ديال الجذر اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد طبعا زائد العدد واحد تساوي، قلنا واحد على واحد زائد واحد هي جوج، كتبقى لي ليميت في واحد زائد ديال اف دو اكس تقال. اذا عوض طبعا بواحد هنا هي ليميت في واحد زائد ديال جذر نكتبها عوض اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد تقال. إذا عوض طبعا بواحد، إذا عوض بواحد عطاتيني واحد ناقص واحد زيرو، غنعوض واحد، واحد ناقص واحد زيرو، طبعا منساوش هنا زائد واحد، زيرو، زيرو على جوج اللي هي زيرو، وكيشيط لي طبعا توتال واحد، دابا ليميت في ناقص واحد، ناقص واحد ناقص، ديال إف دو إكس، إتيكال، ليميت في ناقص واحد ناقص، ديك الدالة عاود إكس ناقص واحد على إكس زائد واحد، زائد طبعا العدد واحد. واضحة الفكرة؟ ناقص واحد ناقص. إذا طبعا العدد طبعا كيفاش عمل؟ إذا لاحظتوا طبعا إذا عوضتنا هنا عيطيلي موان دو، شفنا هنا عيطيلي موان دو، تبع معايا هنا عيطيلي ناقص جوج، وهنا عيطيلي زيرو ناقص، وطبعا بالجذر، حنا كنعرفوا بأن جوج على زيرو هي زائد ما لا نهاية. واضحة الفكرة؟ حنا كنعرفوا بأن ناقص جوج على زيرو موان هي بلوس لانفيني. إذا دي دو اف شحال كيساوي دي دو اف؟ دي دو اف ديالك شحال كيساوي؟ ناقص ما لا نهاية شحال عطاتك؟ ناقص ما لا نهاية شحال عطاتك؟ عطاتك واحد ياك، عطاتك واحد، و ناقص واحد زائد عطاتك زائد ما لا نهاية. إذا عندي هنا واحد، ومن هنا طبعا عندك زائد ما لا نهاية. واضحة الفكرة؟ ليميت ليميت في ناقص ما لا نهايه عطاتك واحد، وليميت في ناقص واحد زائد عطاتك طبعا زائد ما لا نهايه. بما ان زائد ما لا نهايه خصني نجيبو هنا. دابا ليميت في واحد هنا، ليميت في هذا العدد هذا واحد عطاتني زيرو، عطاتني شحال؟ ليميت في واحد عطاتني واحد ياك، عطاتني واحد. عفوا عندي انا ليميت في زائد ما لا، ليميت في زائد ما لا نهايه جوج، جوج ليميت في زائد ما لا نهايه جوج. اذا عندي عندي هذا ليميت في ناقص ما لا نهايه جوج، ليميت في ناقص ما لا نهايه جوج هي، والليميت في ناقص واحد طبعا ها هي زائد ما لا نهايه. عاودت هنا ليميت في واحد، ليميت في واحد شنو عطاتنا؟ ليميت في واحد، ليميت في واحد عطاتنا واحد، واخر عطاتنا جوج طبعا. اذا هنا غادي نبداو في الليميت في واحد، عطاتنا طبعا العدد واحد، واخر عطاتنا جوج طبعا. اشاره واحده، ممنوع تحسب داد اف ياك، كإشارة ممنوع تحسب داد اف دهاد، لأن عدتك طبعا الغلط.
ممنوع تحسب ديل اف ده هذه، لان هذه عطيتك ناقص ما لا نهايه. عتحيد منا جوج الاعداد، عتحيد منا عتحيد منا جوج وعتحيد منا زيرو، يعني عطيك ناقص ما لا نهايه زيرو وزيرو جوج وجوج زائد ما لا نهايه. علما ان هذا المجال اي بيغمون طبعا خطا، لان مجموعه التعريف ديال اف موانزا ماشي هي هذه. مجموعه التعريف اف موانزا هي هذه، هي واحد جوج جوج زائد ما لا نهايه. عوض كل حاجه بالقيمه ديالها، عوض النهايه اللي حسبتيها هنا، النهايه اللي حسبتيها هنا، النهايه اللي حسبتيها هنا، والنهايه طبعا اللي حسبتيها هنا. اتيدي لا مونوتوني، لا مونوتوني من بين اسهل طبعا الامور. اف اف موانزا اون لا ميم مونوتوني، لا ميم عندهم نفس الرتابه، لا ميم مونوتوني. اف اي كروسونت كتعطيني مباشرة بأن تا اف موانز ان اي كخواسونت. سهلة مهلة ولا سهلة مهلة؟ بما أن اف كخواسونت تا اف موانز ان غتكون كخواسونت. علاش؟ لأن اف و اف موانز ان عندهم نفس الرتابة. بوان طبعا فينال. دابا غنمشي لمعادلة المماس في واحد، يكغيك ايتيكال اف موانز ان، اف موانز ان بخيم ديال واحد في اكس ناقص واحد زائد اف موان زان واحد كعلاقة رسمية. اف موان زان بخيم، معادلة المماس اف موان زان هي البخيم في اكس ناقص واحد زائد اف موان زان. اذا نحدو دابا اف موان زان واحد في الاول، اف موان زان واحد شحال كتساوي؟ اف موان زان واحد، اف موان زان واحد غنمشيو اف موان زان ونعوضو واحد. عقلو غنعوضو واحد، شنو عطيتك؟ عطيك واحد اس اثنان ناقص جوج في واحد زائد جوج، ناقص جوج زائد جوج مشات بقات لي واحد، ومن تحت ناقص واحد زائد جوج في واحد، ناقص واحد.